بقول لك ايه يا رب، يلا بينا هطلع للورق بدل فات. يلا بينا، احنا جينا خلاص. انا خفت، يلا نمشي. خفت انت جاي مع بسنت؟ عيب. ما ناقص رضوان، يلا بينا. عليا النعمه من نعمه ربي لا تمشي بحاجتك. يا رضوان يا رضوان يا رضوان، مش الشقه دي؟ ايش الشقه دي؟ معلش يا حاجه، بس كوعي خبط في الجرس. عايزه ايه؟ كان في حاجات بتاعتي عايزاها. حاجتي انت مالكيش حاجه عندي، واي حاجه انا جبتها لك تلزمني. ومين قالك هاخد حاجه انت جايبها؟ انا عايزه ورقي وحاجتي اللي جايبيهم من بيتنا، ولا انت كنت واخدني بطولي؟ اه والله كنت واخدك بطولك، وعليك شويه هلاهيل مقسوش ناكله. هي شويه هلاهيل دي تلزمني. طب امشي يا علا بدل ما مد ايدي عليكي. يا جدع ده يا جدع، ست بتكلمك بالذوق تقفل في وشها كده؟ خليك كبير وده حاجه. طب خلاص، وانت مين بقى انت كمان؟ انا واحد كنت معدي كده لقيتكم بتتكلموا قلت اتحشر. ده رضوان جارنا واخو نوره خطيبه حماده. حماده الحرامي اللي سرقني. طب بص بقى، نسيب الحرامي امشي من هنا بدل ما يقل قيمتك، ويلا بدل ما علقك على باب العماره. صدق انك راجل قليل الادب. رضوان ايه ده يا رضوان؟ ادخلي هاتي حاجتك يا علا. ما ينفعش يا رضوان. قولي حاضر وادخلي هاتي حاجتك. حاضر. انت راجل مش اصيل ورجوله ما عدتش على عيلتك. ابن الاصول ما يقفلش بابه في وش حد. الست دي كانت مراتك في يوم من الايام، في بينكوا عشره. ده ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. مش رجوله انك تضرب واحده ست في الشارع وتفرج عليها الناس، ولما تطلقها تاخد صيغتها، ولما تيجي تطالبك بحقها تقول لها لا. ده شغل نسوان ولا مؤاخذه. افتح الشنطه يا علي. في حاجة في الحاجات دي انت اللي شاريها؟ لا. اقفل شنطتك. حس كده؟ ده مسدس لعبة بتاع الواد سيف ابني، كنت شاريه له بتسعة جنيه في العيد. خده. ولو سألني عليها اقول له طليق خالتك علا خده. لا بقول لك ايه؟ قسما بالله العظيم اكسر عليك عفش البيت كله. أنا اللي قصة رضوان البرنس ورشتي في الشرابية في وش بيت أم علا. لو تعرف تاخد حقك تعالى خده، بس ما انصحكش. يلا يا علا. وأنا أقول لنفسي جاب المسدس ده منين؟ لا طبعك ولا شخصيتك. حسيت إن هنروح في داهية. مسدس الواد سيف ابني كان نسيف العربية، كل يوم كنت انسى اطلعهولي. تفتكر هاشم هيسكت؟ ما هو ساكت. هيعمل ايه يعني؟ اعلى ما في خير واركبه. خليه كده يجيلك ولا يجيلي عند الورشة. قسما بالله العظيم احبسه في فرن الدوك وما اطلعه الا لما يبان له صاحب. في ايه مالك؟ بس افتكرت حاجة تضحك. حاجة ايه؟ السينما والعيد. لسه فاكره؟ طبعا فاكره. لما انا اتعكست واتحمقت قوي رحت ضربت الراجل، كان معايا 100 واحد صاحبه، وحماده سابك وجري. اخوك كده طول عمر يسيبني ويجري. دي اقرب خناقه شفتها في حياتي. اول 5 دقايق انت كنت طاحنهم، اخر ساعه ونص كنت بتتضرب بس، وخدت طفايه الحريق على دماغك. رحت انا وانت وامي خيطناها. يا ست لسه معلمه. فاكرة في اليوم ده لما قلت لك بحبك؟ وانت فضحتي لي ورحت قلت لامك واخوكي. قلت لهم رضوان لما اتخبط على دماغه بطفاية الحريق خرف. ما انت كنت لسه صغير ساعتها يا رضوان. بعدين نصيب. مراتك زي القمر. كان نفسي ساعتها تفهم اني ما كنتش بخرف. بس على قولك نصيب.
كفايه هز يا توحه، كفايه هز يا اخويا هتوقع البيت. استاذ ابراهيم المحامي ست فادو. هو فين؟ بره اهو. اتفضل يا استاذ. صباح الفل. هيا يا استاذ، عملت ايه؟ كلام اخوك طلع مظبوط يا استاذ فتحي. يعني ايه مظبوط؟ يعني ابويا فعلا كتب له البيت؟ ايوه، من سنتين وسجله له كمان. يمكن يكون زور حاجه، رشى حد. لا لا يا استاذ فتحي، انا اتاكدت من كل حاجه بنفسي وجبت لك نسخه من الاوراق. وكمان جايب لي نسخه؟ ليه؟ عاوز تقهرني؟ ده انت بوزك فقع. الله 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 الله، ايه الطريقه اللي بتتكلم بيها دي يا استاذ؟ هو انا شغال عندك؟ في ايه يا فتحي؟ هو الاستاذ ماله؟ هو اللي قال لابوك يكتب البيت لرضوان؟ حقك عليا يا استاذ. شكرين يا ست الكل على ذوقك. على راسي يا اخويا مسعود. عرق الاستاذ 5000 جنيه وهوره. الله، ايه ده؟ ايه الناس دي؟ اتفضل يا استاذ اتفضل. خلاص بقى يا فتحي، مش مهم. وبعدين يا اخويا هو انت بتشحت؟ ما انت ربنا كرمك. وحقي اسيبه ياكل حقي؟ هو كل ولا شرب؟ ما ابوك اللي كتبهوله، يعني الغلط عنده مش عند اخوه. وانا اخد حقي من ابويا ازاي؟ من قبره؟ لا يا فادو، انا حقي هاخده من اللي عايش، من اللي اتمسك لابويا عشان ياكل اخواته. عارفه؟ انا طول الليل عمال بدعي ربنا انه يطلع كداب عشان الحوار ده يعدي، بس طلع مش كداب، طلع زي ما انا طول عمري شايفه، عيل واطي، عيل خسيس، بيكره نفسه، عيل طماع. لنفسه وعلى نفسه يا توحه، وملعون ابو اي حد يخليك مش مبسوط. وبعدين هو بيت في الشرابيه يساوي الحوار ده كله يعني؟ ما أول جارنا عارض فيه 10 مليون جنيه عشان ياخده ويهده ويبني مكانه برج، وهيدينا شقق فيه كمان. بس طلع رضوان بيه بيلعب على كبير قوي، ومن زمان عامل لابونا فيها السدر الحنين واللي بيراعي فيه ربنا، ده طلع أشطر واحد في الفصل. طب وناوي تعمل إيه؟ مش عارف، مش عارف يا فادو. أنا بكره الواد ده قوي، اقبل العمى ولا اقبلوش، بس اللي انا متاكد منه اني هاذيه، وهاذيه جامد قوي كمان. بس ما تاذيش نفسك معاه وتفكر بشويش، اللي بيتصرف هو متعصب بيخسر. الله يرحمه كمان. محروق ابو صاحب الفضل على كلامه، مش ناقصه خالص. عيب يا فتحي عيب، ده انا علقت لك صوره جنبه عشان تبطل تجيب سيرته، والنعمه زعل منه. لا والله، ده صوره في البيت كلها قد كده، كانها صور المحافظ في مدخل المحافظه، وانا حاطه لي كارت بوستال في طرف البرواز اللي في الطرقه، ودني جنب طرف شبشبه. هنقلها لك يمين. فدوى، انا مش ناقصي خالص.